عرض النفاق لعرض أم المؤمنين. أراد المنافقون أن يشوهوا هذه المكانة، هذا العرض، هذا الشرف، هذه المكانة، هذه القوة، وغاروا من هذه المرأة التي لها مكانة كبيرة في نفوس المؤمنين وقبلهم في نفوس نبي المؤمنين والأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وكان المنافقون وهم في كل زمان ومكان يحاولون تلطيخ السمعة وتشويه المكانة للعلماء والربانيين والمفتين وغير ذلك، وكانوا يخلطون الحق بالباطل ويضربون الحق بالباطل ويلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون. ولا أدل من كلام هذا اليوم ما نشاهده من تضارب وإظهار بعض الفتاوى الشاذة والنادرة في الفضائيات وفي الصحف وفي غيرها، وضرب العلماء بعضهم ببعض، وإسقاط الرموز مما يفعله المنافقون والعلمانيون والليبراليون، وهذا ديدنهم في كل زمان وفي كل مكان. فأرادوا أن يتهموا أطهر مكان، أطهر بيت، وأطهر شرف، وأطهر عرض، وهو عرض محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فرتب المنافقون لتلك الحادثة والفرية ويتهمون محمد بن عبد الله في زوجه عائشة أنها فعلت الفاحشة، يريدون إسقاط بيت النبوة وإسقاط الرسالة. تخيل المشهد، تتهم زوجتك مع أحب الناس إليك من أصحابك وأصدقائك ممن تثق به، ولا شك أن ذلك مصاب جلل. سأروي لكم حادثة الإفك بتصرف كما روتها المظلومة ذاتها أمنا رضي الله عنها عائشة، لأني لا أتوقع أن أحدا سيصفها كما وصفت نفسها هي رضي الله عنها، ولا يشكك في الروايات التي وردت في طهارة عائشة أحد، فقد أجمع علماء الأمة قاطبة، رويت في البخاري وفي مسلم وعند الترمذي وعند النسائي، ورواها عدد من السلف، محمد بن شهاب الزهري عن عروة عن الزبير عن عائشة رضي الله عنها، وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص الليثي وعبيد الله بن عبيد الله ابن عتبة وابن مسعود وغيرهم، جمع كبير متواترة بالنقل الصريح الصحيح على طهارة أم المؤمنين عائشة. تقول رضي الله عنها: كان الرسول كما قلت إذا خرج في سفر يضع قرعة ويختار أحد نساءه تصاحبه، ففي غزوة بني المصطلق وتسمى غزوة المريسيع كان السهم وقع على عائشة، فخرج السهم على عائشة بعد أن نزل الحجاب، فتقول: فحملت على هودجي فسرنا حتى فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من الغزوة، ولما دنونا من المدينة يوم اقتربنا من المدينة تقول: ذهبت لأقضي حاجتي، ثم وأنا راجعة عائدة تلمست مكان عقدي فما وجدته، فقدت العقد. اللي كانوا يحملون الهودج شافوها وهي راجعة، لكن لما فقدت العقد رجعت مرة ثانية تبحث عن عقدها. فالرسول في هذا الوقت أمر بأن الجيش يتحرك، فقام الجيش ليلة وعائشة راحت تبحث عن عقدها تظن أن الجيش لن يذهب إلا في الصباح، ثم حمل هودجي وكنت خفيفة ولم يعلموا أنني لست داخل الهودج، فحملوه على بعيرها رضي الله عنها وأرضاها. تقول: فعدت في الليل فما وجدت القوم، لا داع يجيب ولا مناد قريب. تقول: فخفت، تقول: لو مشيت في الصحراء ضعت، لكن عدت جلست في مكاني لعل القوم يفقدونني فيعودون. تقول: وكان الرسول قد خلف بعد الجيش صفوان ابن المعطل، صحابي جليل رضي الله عنه السلمي الذكواني. صفوان ابن المعطل خلفه رسول الله لسبب، كانت إذا حدثت غزوة ولا معركة بعد ما تنتهي المعركة يخلف رسول الله رجال يبحثون عن الزوائد في الحرب، إما رجل ما زال حيا من المصابين أو سيفا أو درعا أو غنيمة يتفقد مكان المعركة، فكانت هذه وظيفة صفوان. يقول: فأتيت وأدلجت في الليل، آخر الليل،
فإذا بي عائشة تقول أخذني النوم، جلست في مكاني متلففة متحجبة بعد أن نزل الحجاب فغلب علي النوم. تقول والله ما فقت، صفان يدور وفجأة رأى سواد، سواد لأنها متغطية متحجبة. تقول فلما رآني عرفني، لأنه كان يعرفني قبل الحجاب، ويعرف أيضا أن الرسول ما كان يؤخذ في المعركة إلا عدد من النساء زوجة القائد والقيادات التي معه، يعني عدد النساء قليل. تقول فعرفني وما قمت إلا وهو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، زوجة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تقول ثم أنا خلي بعيرة راحلة، والله ما كلمني كلمة وما تفوه بعبارة حتى ركبت على البعير، وكنت إذا أردته يذهب يمنة أو يسرة أرمي حجر، يعني يمين ولا يسار. وصفوان من أهل بدر شهد بدرا، قال الرسول أهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفر لهم، رضي الله عنهم أجمعين. تقول عائشة رضي الله عنها فكنت على ذلك في الهودج ولم أسمع له صوتا، وما أتينا إلا في النهار. اليوم الثالث الجيش وصل المدينة، وكان عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين والكذابين جالس في مدخل المدينة يجعلهم بسطات. فلما دخل صفوان ومعه الراحلة وعائشة على راحلة ورأوها وعرفوها، فظن المنافقون الظن السيء، وقال عبد الله بن أبي بن سلول ما الذي أخرها معه وما الذي أخره معها؟ لا يكون ذلك إلا أنه قد وقع بها. والكلام تقول عائشة إلى الآن عائشة ما علمت. تقول فذهبت إلى بيت رسول الله إلى حجرتها وجلست ولم أعلم بشيء إلا أنني استنكرت أمر واحد، أن الرسول ما كان يراعيني، يعني ما كان فيه لطف، وما كان ينظر إلي إلا أنه يدخل علي ويسلم يقول كيف ذيك، يعني وشلونس اليوم فقط. تقول فاستنكرت، يعني الرسول الذي عودني على قربه مني وعلى سؤاله عني وعلى تمريضه لي. ثم تقول جلست على هذه الحال شهر كامل، وخرجت يوما من الأيام في ليلة من الليالي، خرجت رضي الله عنها تقول فخرجت مع أمي مسطح، طبعا أم مسطح خالة أبو بكر الصديق. تقول ذهبنا إلى المناصع، المناصع مكان أكرمكم الله والمسجد تقضى فيه الحاجة. تقول ذهبنا إلى المناصع، وبينما نحن نمشي عثرت أم مسطح، وكان من عادة العرب إذا عثروا يدعون على أبنائهم، قالت تعس مسطح، قالت تدعين على مسطح أو مسطح، وهو من أهل بدر وممن ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم. قالت أرما علمت ما قال؟ قالت وماذا قال؟ قالت إنه وقع في عرضك كما وقع غيره، وإنه قد اتهمك يا عائشة مع صفوان بن معطل. تقول عائشة فزاد مرضي وسقطت في الأرض، وذهبت إلى رسول الله واستأذنت، عرفت السبب، قالت ائذن لي يا رسول الله أن أمرض في بيت أبي. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن تمرض في بيت أبيها. تقول فجلست ليلتين اثنتين أبكي، والله إن أباي وأمي ظن أن البكاء سيقتلني، لأنها حرة عفيفة شريفة تتهم بعرضها وفي فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله إن عائشة أطهر من ماء زمزم وأنقى من حمام الحرام، حور حرائر ما هممن بريبة كضباع مكة صيدهن حرام، متحجبات في الخدور أوانف ويصدهن عن الخلى الإسلام. ثم بعد ذلك تقول الرسول أوذي من كثرة الكلام الذي يقال عنه، وحكمة الله أن الوحي انقطع عن الرسول مدة شهر ما نزل لحكمة أرادها الله. فصعد النبي على المنبر وقال صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام
يؤذونني في أهلي والله ما علمت عنهم إلا خيرا. فقام سعد بن معاذ قال يا رسول الله مرنا إن كان من الأوس والله لا أقطعن رأسه وإن كان من الخزرج مرني فأفعل به ما تريد. فقام سعد بن عباد أخذته الحمية قال اسكت والله لقد كذبت والله لا تقتلن يعني ما تقدر علينا. فقام بعد ذلك أسيد بن حضير ابن عم سعد بن معاذ قال اسكت يا منافق أو تدافع عن المنافقين الذين يتهمون عرض رسول الله. فأسكتهم النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ الخبر عائشة وضاق صدرها ودمعت عينها. ثم تقول عائشة دخلت علي امرأة من الأنصار فرأتني فبكت معي وشاركتني البكاء. تقول فبعد شهر ويومين فإذا برسول الله يدخل علي أول مرة تقول يدخل علي ويجلس. تقول فلما دخل علي وجلس قال رسول الله يا عائشة كان أبو بكر موجود وأمها موجودة والمرأة الأنصارية هذه موجودة. فقال الرسول يا عائشة اصدقيني القول إن كنت بريئة فإن الله سوف يبرئك من فوق سبع سماوات وإن كنت قد وقعت فاصدقيني وتوبي فإن الله غفور رحيم. فقالت يا رسول الله ويا أبي ويا أمي والله إني أعلم أنه قد دخل في نفوسكم ما دخل في نفوس الناس وإن الأمر قد استقر في نفوسكم والله لو قلت إني بريئة ما صدقتموني وإن قلت بأنني فعلت ولم أفعل فذلك لا يرضي الله. فقالت لأبيها يا أبي أجب عني رسول الله قل له بأني بريئة. فقال أبو بكر وماذا أقول والله لا أدري ماذا أقول لرسول الله. فالتفتت إلى أمها فقالت يا أمي أجيبي عني رسول الله والله إني بريئة عفيفة طاهرة شريفة. قالت والله لا أدري ماذا أقول. ثم سكتت رضي الله عنها وقالت والله إني أنا سأقول ما قاله يعقوب وأبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم تقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتصبب عرقه وينظر إلي وهو يقول أبشري يا عائشة فإن الله قد برأك من فوق سبع سماوات إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. العشر آيات من سورة النور. تقول فالتفت إلي أبي وقال يا عائشة قال قومي فاحمدي رسول الله. قالت والله ما أقوم ولا أحمده إنما أحمد الله الذي برأني من فوق سبع سماوات وأنزل براءتي من عنده من السماء. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وصعد المنبر وخطب الناس وقال ما بال الأقوام يؤذونني في أهلي وإن الله قد برأها من فوق سبع سماوات. فقرأ عليهم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شر لكم بل هو خير إلى آخر الآيات. ونزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول أبو بكر رضي الله عنه أو أراد أن يمنع الصدقة التي كان يعطيها مصطح فأنزل الله تبارك وتعالى ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة إلى قوله تعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فقال بلى بلى ثم أعاد ما كان يعطيه. وعاشت عائشة رضي الله عنها وقتا طويلا إلى أن بلغت 66 سنة قضت 47 سنة تعلم الناس حتى ماتت رضي الله عنها في اليوم 18 من شهر رمضان سنة 58 للهجرة بعد صلاة القيام. وصلى عليها أبو هريرة رضي الله عنه وصلى عليها جمع غفير رضي الله عنها وأرضاها. وقبل أن تموت أوصت وقالت إني أعلم أن في حجرتي مكانا يصلح أن يكون قبرا لي ولكن ادفنوني مع صويحباتي يعني مع زوجات النبي
صلى الله عليه وسلم ودفنت في البقيع.